إذن عن تقاسم شركاء العملية السياسية المناصب والصراع السياسي الدائر بعد نتائج الانتخابات، انضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي حسين العليان. أستاذ حسين، مرحبا بكم. يعني كما تعرفون، بعد أن فشل الاجتماع الأول، هناك مصادر في التيار الصدري تتحدث عن اتصالات مكثفة تتم لتحديد موعد اجتماع جديد بين مقتدى الصدر وما يسمى بالإطار التنسيقي. لكن السؤال المطروح، هل تتوقع أن تتفاهم الأطراف في هذا الاجتماع؟ أنا أعتقد أنه الصراع عميق بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية، وتحديدا مع التيار المالكي. هناك يعني خصومة وبحور من الدم بين الصدريين والمالكي تحديدا، وهناك رغبة يبدو من الصدريين لتهميش المالكي أو إضعافه إلى الحد الأكبر كخصم سياسي في الساحة الشيعية. لكن هل يمكن أن يذهب الصدر فعلا لتشكيل حكومة أغلبية ومعارضة، حكومة وموالاة؟ وهل سينجح في تحقيق هذا المسعى؟ هذا يعتمد على تفاهمات العشرة أيام القادمة أو السبعة أيام القادمة قبل أن أقعد جلسة البرلمان. أعتقد أنه في النهاية هناك مايسترو رئيسي راح يحاول يجد تقاسم يعني مصالح وتقاطعات بين التيارين، والحفاظ على ما يسمى بالتكتل الشيعي. هناك أطراف اليوم تحرض على أنه هكذا خطوة قد تفقد الشيعة سيطرتهم على الأغلبية السياسية في البلد. طيب أستاذ حسين، يعني بالنسبة إلى أطلقت مصطلح المايسترو السياسي، هل من دور يمكن أن يلعبه قاآني في هذه المرحلة التي أصبحت حرجة للقوى الموالية لإيران بعد أن صار تصعيد سيد الموقف فيما بينهم؟ يعني الحقيقة كل الكتل، أغلب الكتل أو كل الكتل تقريبا في الجانب الشيعي هي تخضع بشكل أو بآخر للإملاءات الإيرانية، ولا أحد خارج هذا السياق. هذا لا يعني أن الكتل الأخرى بعيدة عن أيضا الضغوط والإملاءات والتوافقات مع إيران، لكن هذه الكتلة تحديدا هي تحت اليد الإيرانية بالمطلق. ولا أعتقد أن الصدر سيذهب بعيدا في الخروج على يعني إدارة الملف من قبل الإيرانيين بشكل كبير. إذا كانوا فعلا الإيرانيين جادين في استبدال رموز احترقت يعني بسبب فسادها الواسع أو بسبب سقوطها في الشارع وإعطاء زخم للتيار الصدري كبديل، قد يذهبون إلى تأييد مقتدى الصدر بهذا الاتجاه. طيب، أما الخاسرين في الانتخابات هم خسروا مكاسبهم، ولا يعنيهم الموقف السياسي تجاه العراق ولا حتى تجاه إيران. هم أدوات يعني وظفت وتعمل لحساب مصالحها كقوى وأحزاب بهذا الاتجاه. أستاذ حسين، بالحديث عن يعني مصطلح أو موضوع التصعيد، إلى أي مدى ترى أن صوت السلاح سيكون حاضرا في خلفية هذه الاجتماعات التي من المفترض أنها توافقية؟ هل ستذهب الميليشيات المختلفة لاستخدام السلاح مثلا؟ أنا أعتقد أن الميليشيات اليوم هي في أضعف وضع لها، سيما وأنها خسرت الشارع الذي كان يعني تدعي أنها تحتضن ويحتضنها. الناخب في الجنوب العراق ووسط العراق عاقب تلك الميليشيات على دورها في مواجهة ثوار تشرين. فإذا قرأت خارطة الانتخابات ونتائجها تجد أنه كل الخسائر وكل الصاعدين الجدد هم أخذوا مقاعد الميليشيات المتهمة في مواجهة الشارع، وبالتالي بحدود 40 إلى 50 مقعد لثوار تشرين والمستقلين هي من جرف الميليشيات. أضف لذلك أن التيار الصدري حصل على حوالي 30 مقعد إضافي
ايضا جاءت من جرف الميليشيات هذه سواء هادي العامري الخزعلي وما وكل المسميات الاخرى المالكي العبادي اختفى حكيم اختفى واصواته يعني واضح ان هناك المزاج العام للناخب في وسط وجنوب العراق قد عاقب تلك الميليشيات في الاطار السياسي وستكون أضعف ما يكون في المواجهة في مجال السلاح سيما وأن التيار الصدري أيضا له ثقل مسلح قادر على أن يحدث توازن ما في هذا الاتجاه. أستاذ حسين، هناك وثيقة أمنية كشفت عن مخطط لميليشيات الحشد باستهداف السفارة الأمريكية في بغداد. كما تعرفون هذه الورقة التي طالما لعبت بها الميليشيات، لكن إلى أي مدى ترى أنها ستكون ورقة ضد في هذه المرحلة الحرجة تحديدا؟ يعني هذا بزار التهديد للولايات المتحدة وضربة هنا وضربة هناك هو عبارة عن رسائل بالوكالة، يعني المفاوضات الأمريكية الإيرانية على أشدها، وبالتالي كلا الطرفين يتبادل الرسائل بشكل يعني عبر أدوات وقوى محلية يعني سواء في العراق أو في خارج العراق. نعم. ولا أعتقد أنه هذا منفصل عن التفاهمات يعني عن الصراع والتفاهم الأمريكي الإيراني بشأن ملفات المنطقة. من عمان الكاتب والباحث السياسي حسين العليان، شكرا جزيلا لكم.